السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. زي ما عودنا الفنان قائد الأفلام كلها، والبص واللي عمل الخط وكل ماشي عليه، الفنان المبدع رائد الفضاء الفنان محمد رمضان. زي ما عودنا كل شوية إنه يطلع في الترند، وفي ناس تاكل من وراه عيش بصراحة. يعني برضه لما بيجيب خبر عن محمد رمضان في ناس يعني بتتحرك لها المسائل شوية، ما ننكرش راجل شعبية وراجل درجة أولى على كل بقى اللي احنا شايفينه فيه، بس يبقى اللي هو بيقوله في ناس كتيرة. لكن امتى اتكلم؟ مشكلة محمد رمضان في لسانه، يعني حتة التحفظ انه يصدر يطلع وطلع فيديو قال لك فيه ان الدولة تحفظت فيه على اموالي وانا وفلوسي ما استخسرهاش في البلد ولا في اهلها، اللهم لا اعتراض. ده عمل لك زي واحد اللي هو في تركيا اللي هو بتاع الله غالب، كل ما يقول لك الله غالب كلام كتير جوهوري عن تريات والله غالب. فده الجزئيه دي. طبعا حته تعاطفنا معاك واحد ولا يكفي دي ما تنفعش. بس هو سؤال، هو انت كنت مستني، سيبك بقى البنك حافظ ولا ما تحفظش، هو انت كنت مستني يعني بامانه الله كنت مستني ان البنك ان الدوله تحجز على اموالك ده حسب كلامك عشان تاخد فلوس الطيار ال 6 مليون جنيه التعويض بتوعه؟ يعني هو يعني انا كنت متخيل انت رحت تديهم له، يعني انت رحت بقى يعني حتى ما صعبش عليك موت الراجل، انت ما سابش عليك موت الراجل. احنا يعني مريحين دماغنا والله العظيم. بص يعني انت بتجيلنا، انت في الاخر بتقول انا بيحصل عليا حاله تنمر وحصل لي تعصب وحكايتي وروايتي، بس انت اللي بتيجي، ما حدش بيروح لك، يعني ما حدش بيشد لسانك ويقول لك ايه اتكلم. انت لوحدك بتيجي، انت لوحدك اللي بتطلع الكلام. احنا نبقى ساكتين وقاعدين في حالنا، سيادتك تحرزعنا الخبر تقول لا اله الا الله يعني. فكل متابعينك لما يلاقوا كلام زي كده يا اخي اتق الله في البلد. يعني انت دلوقتي متابعينك وما اكثرهم من المحيط الخليج لما يسمعوا ان حصل حجز على اموالك، ما هو السيسي مش هيسيب، ما هيمصمص البلد، ما الدوله مش هتجيب، مع الواقع مش هيسيب حد. غير طبعا انت في بيانات رسميه ووكالات دوليه بتراقبك وبتبص عليك. ايه ده انت عندك لسه مصادره؟ طب فين الحكم القضائي بتاعها؟ فانت ما وضحتش. انت ممكن البنك يتصل بيك يا فندم تم مصادره كذا كذا، وده عيب الموظفه. يعني لازم برضو توضح اذا كانت الموظفه او الموظفه بلغوه بالصيغه اللي انت قلتها دي فانت نقلت، ولا اتقل الصيغه ووضح لك. يعني متهيألي الخبر ده هيكون بالتوضيح ولازم تبلغ بيه المحامي بتاعك، وده اول حاجه تعملها ان المحامي بتاعك كان يتاكد من الحكايه عشان تعرف وتعرف تتكلم. لكن انك تطلع تقول جواب وتهاجم، وكمان حته بقى ان انت مش بتستخسر حاجه في بلدك، لا بلدك قايمه بيكم من غيرك، يعني مالهاش لازمه بقى الدخله دي عشان مش بقى يعني مش بلعينها. بلد ايه اللي هتبص على فلوسك؟ يعني بلد ايه اللي هتبص على فلوسك؟ البلد حاجز على فلوسي، والبلد حاجز على كذا، والبلد حاجز على كذا. كلامك ده مهما كان هيستفز ناس وهتوصل بيهم لمرحله انهم محمد ما تعملش كده تاني، يا محمد فكر في كلامك، يا محمد يا محمد يا محمد. انت سنك لسه صغير بتشق طريقك وبتحاول تحافظ على نجوميتك، مش هنديك نصايح، بس انا ما اعرفش يعني انت ازاي كشخصيه كده مش ما اتصلتش بالمحامي بتاعك تقول له تشوف في ايه؟ طبعا المشكله كانت في بنك السي اي بي. يعني هو مش سر، عشان كده بنك السي اي بي وضح ان الموضوع كله بحكم قضائي جاله، حكم قضائي مجلس الدوله. يتم الحجز على مبلغ معين لصالح كذا فلان اللي هو الطيار اشرف ابو اليسر. فبعد كده البنك بلغك، انت كان المفروض تقول زي ما الصيغه يعني الموظف اللي بلغك وقال لك في حصل كذا كذا كذا، تقول له ايه؟ هخلي المحامي بتاعي يكلمكم. زي ما اي مشهد سينمائي في الدنيا بيحصل كده. ما هو انت اكيد ليك المحامي بتاعك، فتخلي المحامي يتكلم البنك. بعد كده يبقى طلع قول، لكن انت تطلع من تقوم السرير فتروح ترازع الفيديو والناس كلها تبص على حاجه، الدوله ما هي الدوله طبعا في فلوس وما هي الدوله في... ليه كده؟ ليه كده؟ يعني ما كانش ليها لازمه، مش حلوه، مش حلوه. ذكائك بيخونك في حاجات هو ايه يعني زي النار تاكل بعضها، انت هتخلص على نفسك بنفسك. ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب، بس خد بالك من كلامك، وذنب الطيار لسه في رقبتك، ذنب الطيار لسه في رقبتك.